بكل الخير، دوما بيتجدد اللقاء مع حضراتكم. طول محلة الرضا كانت هي عنوان التعبير الجميل اللي الحقيقة كلنا جايين واحنا عندنا طاقة إيجابية عالية جدا ما بين مشهد الأمس ومشهد اليوم لحد صلاة العصر. الحقيقة اللي بيحصل بيقول عنوان مهم جدا، يبدو ان اكتوبر شهر مصري بامتياز، وربما اكتوبر 2017 عايز يقول لنا رسائل كتيرة قوي. بس خلونا نبدأ. عنوان حلقتنا عنوان واضح وبارز ومحدد، والعنوان ده بيقول هي دي مصر. مصر شكلها ايه يا ترى؟ ليه النهاردة عايزين نعنون بالعنوان ده؟ ايه اللي يخلينا نقول هي دي مصر؟ تعالوا أنا وحضراتكم بعنينا نبص على مشاهد متنوعة من الجمهور اللي كان بيعبئ استاد برج العرب بالأمس. اللي انتوا شايفينهم دول، هل دول الشباب اللي كان في محاولات مستميتة علشان الشعب ده يتقسم تقسيم جيلي؟ طب هل طريقة تعبير الشباب ده عن فرحته زيها زي كل الشعوب المتحضرة ولا عندنا شيء مختلف؟ هل اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي من رفع الاعلام، من طريقه التعبير، سواء بانهم بيرفعوا بعض الادوات اللي في ايديهم، الحاجات دي كلها، ده كله بيقول ايه؟ بيقول دي مصر، الناس دول والشباب دول بكل الأعمار والأجيال هي دي مصر. مصر اللي لما بتشوف صورة حلوة بتتعمل في شكل الباروك اللي على شكل علم مصر، الطفل اللي من فرحته بيتحرك كده، المواطن اللي بذل كل المجهود ده علشان يقف على الأقدام الخشبية علشان يبقى علم مصر بكل المساحة دي على جسمه كله، وكأنه بيقول البلد دي بخريطتها الجغرافية هي جسدي أنا شخصيا وأنا مصر. كل المشهد اللي قدام حضراتكم بيقول هي دي مصر. ليه مصر متنوعة؟ ليه مصر ولادة؟ ليه شبابها بهذا الكم؟ ليه حاضرين بنات محجبات وبنات مش محجبات؟ ليه موجود من كل الطبقات التنوع ده اللي حضراتكم شفتوه في الثمانين ألف أو التسعين ألف مشاهد؟ بيقول إن هي دي بلدكم، هي دي مصر بتنوعها كله. واللي جاوبت بشكل مباشر على كل اللي حوله من 2011 مرة يقسموها أجيال ويقول لك أصل الشباب مش هنا، الشباب زعلان، الشباب مش موجود، ومرة يتقال كلام كتير جداً. ده معناه ببساطة ان احنا محتاجين مع بعض نمشي بكلمة هي دي مصر علشان نشوف ايه الموضوع. تعالوا انا وحضراتكم نبص على الصورة للشاب اللي الدنيا كلها اتكلمت عليه، الشاب اللي كان بيبكي، وشكل بكاءه بعد هدف الكونغو خلى مصر وغير مصر بره وجوه كله مركز مع اللقطة دي اللي الكاميرا جابتها بشكل بسيط وتلقائي وعفوي. البعض قال مين ده وايه ده وليه ده وحالة التعاطف معاه، بس خليكوا فاكرين البوصلة كان اسمها هي دي مصر. علشان كده انا عايزة اوريكوا لما الانسان المصري بيتصرف بكل صدق، بكل عفوية، بكل تلقائية، يا ترى مصر كمان بتشوفه ازاي؟ علشان مصر دي هي الأرض وهي البشر بكل تنوعاتهم. لما فجأة الصورة دي تخلي حد زي الأستاذ أشرف شيحة يقول إن صاحب لقطة الدموع موعود مني برحلة عمرة، وبوصفه متخصص في السياحة فيبقى الهدية بتاعته لهذه اللقطة اللي جابتها عدسة المصورين اللي كانوا بيغطوا كل المشجعين، فيتقال ان هذا الشاب بما ان تخصص أشرف شيحة سياحة يبقى نصيبه منه هو رحلة السياحة، ويبقى البكاء الحار والصادق اللي ما خليناش نسأل هو الراجل ده أهلاوي ولا زملكاوي، هو الراجل ده من القاهرة ولا من الأقاليم، هو منين، هو ليه. ومع كل الكلام اللي طلع بعد شوية اتقال إن هذا الشاب، هذا المشجع، هذا المصري
انتمائه للنوادي زملكاوي، ومع ذلك هو ده ابن مصر علشان هي دي مصر بناسها. خلوني اقول لحضراتكم كمان ان الحقيقة ما كانش المسألة بس في قصة السياحة، لان فورا ومباشرة اتوفرت له كمان تذكرة للمونديال، مونديال روسيا 2018، والتذكرة دي كمان جات له من الدعوة اللي قدمها أشرف السعد، لما قال اللي يعرفه يخليه يكلمني على الخاص وهعمل له كل اللي مطلوب مني، وأنا مستعد أعزمه في لندن يقضي معايا فترة في لندن، وأنا اللي هسوق بيه العربية وأنا اللي هجهز له كل شيء. الحقيقة إن مسن كتب له بقى وقال له يا مصريين بلغوا عني، هذا الشخص إذا أراد السفر لموسكو تذكرته على حسابي الخاص. والحقيقة كمان منذر آل الشيخ مبارك تدخل فورا وقال جزاك الله خير وأنا معاك هشارك، بلغوا الشاب ده سكنه على حسابي الشخصي وتذاكر حضور المباريات والتفاصيل مع سامح إن عثرتم عليه. ياه الله، ده دول المصريين ودول العرب المحبين لمصر، وهو ده الأداء وهي دي مصر ودول ناس مصر بهذه الطريقة. يعني المسألة بتقول كلام كتير قوي بين سطورها، من وسط كل اللي بيحاولوا طول الوقت يصورونا بطريقة معينة. طيب هل المسألة جت عند دموع هذا الشاب فقط، ولا المشهد كان بيقول كلام أكتر بكتير من كده؟ خلوني أقول لحضراتكم إن فورا المشهد خدنا للشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بمجرد إعلان فوز مصر وتحقيق حلم الوصول لكأس العالم، كل الدنيا بصت على يعني هذا المواطن المصري وإزاي كان بيتحرك بالعصيان الخشب بالعكاز الخشب، وبمجرد شعوره بالنصر اللي كان بدأ للحظات إنه بعيد تماما رمى العكاز وبينط برجل واحدة للتعبير عن فرحته. المواطن المصري ده وهو بيتحرك بالشكل ده كل الدنيا بصت عليه. خلوني أقول لحضراتكم يعني لما فورا كل المصريين بحسهم الإنساني الجميل كتبوا هم بيشيروا الصورة ويقولوا عشان متهيألي الشاب ده يستحق عمره زي الشاب اللي عيط وخد عمره لعل وعسى، ويتعالج بتركيب طرف صناعي إن شاء الله، شير بالله عليكم. وده نوع من استخدام السوشيال ميديا المختلف الإيجابي، علشان كده كان بسرعة الرد جه على لسان السيدة المصرية اللي أعلنت تبرعها لهذا الشاب بقدم أو بطرف صناعية. وبص فرحة الولد وهو بيعمل كل الحركات البهلوانية وهو بقدم واحد، إزاي بينط، إزاي بيتحرك بهذا التوازن. هل تفتكروا هذا الإعجاز العفوي بيقول لكم ثقوا في نفسكم اللي جاي بتاعكم، بلاش كل شوية تروحوا للوجع اللي احنا بنبني بيه بيتنا من جوه بإيدينا؟ ما هو ده كان الشرط، علشان كده الصورة دي والمواطن ده كان بيرد علينا كلنا في لحظة بتاعتنا كلنا واحنا مسكونين بالطاقة الإيجابية اللي تخلينا متأكدين ان اللي جاي بتاعنا. علشان كده انا بجد بقول لحضراتكم انه يعني ده معدن الشعب المصري. طيب واحنا بنبص كمان جوه، هل حضراتكم انتبهتوا لمشهد مهم جدا اللي كانوا قاعدين على دكة الاحتياطي، يعني شريف إكرامي، عبد الله السعيد، كل اللي كانوا قاعدين على دكة الاحتياطي، ازاي مع انتهاء الوقت وبنلعب في الوقت الضايع كله بيقول له 5 دقايق اطلع قدام اجري العب الجون ممكن يجي في اي وقت، مع ان كل الدنيا كانت كاتمة انفاسها وبتترقب.
هم دول كمان أبطال حقيقيين. ده مشهد لازم نشوفه، لأن المشهد كان بيقول اللي هيلعب لآخر دقيقة هو اللي هيفوز، اللي عنده الثقة في قدراته هيكمل. علشان كده المشهد ده أنا ما أقدرش ما أشوفوش جوه الملعب. والأداء بتاع صلاح وهو بيرفع للغة الإشارة كان بيقول دلالة، المصري لما بتتوفر له كل الأسباب، لما بيسافر من سويسرا لإنجلترا لروما يقدر يخاطب الكل لأن كلهم ليهم حقوق. علشان كده ده كان مهم جدا. ثلاث مشاهد بيلخصوا الحكاية اللي عنوانها هي دي مصر، وانتم المصريين اللي بتعبقوا كل المكان ده. لما الدنيا كلها كانت بتتكلم على هذه الفرحة، كلنا لاحظنا لحظة التكريم، تكريم القيادة السياسية للمنتخب اللي مش بيلعب كورة ده بيقدم مصر، اللي مش بيلعب كورة ده بيشتغل دعاية سياحية وأمنية لدولة أثبتت قدرتها على تعبئة مكانها واستعادة هيبتها سياسيا ورياضيا. علشان كده اللي بيبصوا للحكاية على إنها لعبة أعتقد مش شايفين كويس، اللي بيبصوا بس للحكاية على إن يعني ده الساحرة المستديرة أعتقد لازم ناخد بالنا. واحنا بناخد بالنا بقى من الموضوع ده، كان مهم جدا ان نشوف ازاي المشهد بدا، ازاي كل اللعيبه بالجهاز الفني بالاداريين كانوا موجودين على المسرح، وازاي بيتقدموا، وازاي بيعبروا عن نفسهم. الحقيقه في المشهد ده كان مهم جدا نشوف ازاي الرئيس نفسه عبر عن ده. المشهد اللي قدام حضراتكم ده بيقول ازاي كل افراد الفريق المصري، والفريق مش بس اللعيبه، ده في الاداريين وفي المديرين وفي المدربين لكل المهارات، وفي كمان الطب، وكمان معاهم وزير الشباب. الحقيقة مهم جدا تشوفوا ازاي الرئيس وهو بيكلمهم قال ايه. بشكرك يا محمد. انا بشكر الجميع، بس استنى. بشكر محمد لان محمد كان عليه ضغط شديد جدا في اخر 4 دقايق، حد قال له خد شوت انت. فطبعا بقى هو قدام ال 100 مليون مصري الكوره دي لازم تخش الجون عشان ينتهي الماتش بسلام ونبقى كلنا فرحانين. فانا عشان كده توجيه الشكر لمحمد مش معناه ابدا غير ان هو تسجيل واحترام ليكم كلكم في شخص محمد. مهم جدا جدا ناخد بالنا من حاجتين. اولا كرة القدم لعبة جماعية، مين اللي كان بيتحرك علشان يشد يعني طاقة هذا الفريق؟ الحقيقة الملعب كان مليء بالأسماء، وده مش تخصصي، لكن كان مهم جدا جدا انه احنا بنختصرها في شخص محمد علشان الجرأة اللي تمتع بيها في انه يحط في دقيقتين نفسه واسمه وتاريخه على المحك. لو طاشت مصر كلها هتنام زعلانة، ولو دخلت وبالتالي هو تحمل بهذه الجرأة. لكن كمان كان في حاجة مهمة جدا في المشهد ده، ومن فضلكم حطوا الصورة تاني. المشهد ده كان فيه محاولات السيد الوزير وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز لما الرئيس أثنى على محمد صلاح فبيقول له يعني اتقدم، بيعمل بإيده كده. ولما جه يعمل بإيده كده محمد صلاح كل تعبيرات وشه قالت أنه شخص لديه يعني إيه بنسميها دماثة الأخلاق، التواضع، فورا لم يقبل أنه يتحرك
أو رجليه تسبق زمايله أو إنه يكون خارج الصف فيتميز. علشان كده مهم جدا جدا اللقطة دي. اللقطة دي بتقول إن الأخلاق ده شيء مهم جدا، وده نفسه اللي خلى زمايله في غرفة اللبس اللي كل اللي تابعوا المشهد بالأمس يشوفوا ازاي كهربا بيثني عليه، ازاي كل اللعيبة بيتكلموا عنه وعن الآخرين بده، لأنه بيرفض هذا التميز. طب يا ترى صلاح ايه الوجدان اللي خلاه يتحرك فيحط اسمه على المحك ويتقدم علشان يشوط ضربة الجزاء؟ تعالوا نسمعه. انا مجهز من امبارح، من امبارح جاهز من يومين كمان، من يومين في ضربه جزاء جاي، ان في ضربه جزاء والله من مش سحر ولا شحاذة، بس بحقيقة نفس الماتش يعني تمام. في ضربه جزاء هتيجي هشوطها ازاي؟ طيب هو قالها بشكل بسيط، لا هي سحر ولا شعوذه. الراجل بيتكلم ان عنده وجدان صافي. عارفين ليه؟ لو اتكلمنا عنها بشكل مهني ده التحضير ودي المذاكره، وبيقول لك انا قاعد بهيئ نفسي للماتش، هو جاوبها بشكل مباشر. ولو اتكلمنا عنها بقى بطريقه مكارم الاخلاق، الراجل قاعد بيهيئ نفسه كمان وجدانيا، لو دي حصلت انا هشتغل ازاي وهلعبها ازاي هشوطها ازاي. هيئ نفسه لهذا العبء اللي ممكن شباب صغير يحس انه لسه مش جاهز لهذه الدرجة من المجازفة. علشان كده من فضلكم، برغم ان اللحظة مليانة وكلنا عندنا طاقة ايجابية من الامس، ارجوكم ما تنسوش ان التحول الكبير في المباراة كلها حصل مع نزول تريزيجي، وتريزيجي عمل الباور، الدفع، القوة، الطاقة، مد في الشرايين كلها، وكمان ما كانش أناني لأن هو جهز ضربة الجزاء، ولأنه جهزها فخشى هذا التوتر فما كانش أناني، فكان على نفس الدرجة من الأخلاق يلعبها صلاح طالما هو قادر على اللحظة. ودي توزيع الأدوار فيكي يا مصر. ليه دايما بنبقى مستعجلين؟ كلنا بنبقى مدين نفسنا الحق، امتى الفساد هيخلص؟ اللي متخيل انه يقدر يفك الجهاز الإداري ويخليه نضيف بكده يقول الخطة دي ازاي. بس بفكركم كلكم في مسألة توزيع الأدوار دي، قدرة. تريزيجي جري الجري ده كله ودخل منطقة الجزاء والكعبلة حصلت والإعاقة حصلت استحق، لكن لأنه القدرة الأخرى عايزة حد بتركيبة تانية فيبقى صلاح. هي دي مصر، ودول ناسها بجد الطيبين اللي مش مستعجلين، اللي مش بيحسدوا، اللي مش بيدوا لنفسهم الحق يتكلموا. اشمعنى ده؟ ما في 100 واحد عيط وبكى، ليه ده تحت ده الرزق بتتدخلوا فيه؟ اشمعنى ده المعاق؟ ما في معاقين كتير، ده الرزق، وكل حاجة بتيجي في وقتها. علشان كده من فضلكم اسمعوني في الكلمتين دول باختصار شديد. هو محمد صلاح كان بيلعب في الأهلي أو الزمالك؟ مش محمد صلاح ده كان عنده مواعيد للناديين الكبار ويقعد في الجنينة بتاعت النادي، يا إما يتعرض للإهمال، يا إما لا يقبل، يا إما أي حاجة، فيرجع المقاولين العرب النادي بتاعه ويعيش في النادي بتاعه ويدي بإخلاص في النادي بتاعه، يقوم النادي السويسري بازل يجي عشان يختاره هو، ما ياخدش حد لا من الزمالك ولا من الأهلي، ويطلع ابن المقاولين العرب اللي الصحافة في مصر ما اديتوش لسه حقه علشان يبقى هداف الدوري السويسري لموسمين متتاليين، ويتبروز محمد صلاح بره أرضك يا مصر فتشوفوا مصر، فيتنقل من سويسرا بازل لإنجلترا، ويقرر ان الرزق اللي جاله بقى أكتر بكتير، فيقرر ان الرزق ده يشاركوا أهل قريته اللي متصالح معاهم ومع نفسه.
ولما الرزق يكتر يعدي للقرى المحيطة بكل الفايدة وبكل الخير. علشان كده خلي بالكو، لو فضلنا طول الوقت مستنيين ان احنا بس اللي ناخد مش هتيجي، ولما تجيلنا لو ما تقاسمناهاش مع الاخر مش هتكمل. خلوا بالكو، هو ده الموضوع. علشان كده لما جون بينيت بتاع البي بي سي يكتب فورا كلام عن صلاح يقول فيه انه يعني دي واحدة من اصعب اللحظات اللي بيتصدى فيها صلاح، ويصفه بانه صلاح ذو الاعصاب الفولاذية. طيب ده كمان رزق، وده كمان من برانا. فتبقى المسألة واضحة جدا. علشان كده بتمنى من كل المصريين من فضلكم اعرفوا ان التوقيت بتاعه، بتاع ربنا، بتاعنا كلنا، ربنا ده بيديهولنا في اللحظة اللي بيختارها. علشان كده لما تقال اجروا اجروا على الرزق، بس هيجيلك في توقيته. ياريت المسألة تكون واضحة. ولما يكون اللي استدعيتوه وكلفتوه بهذه الأخلاق ويعني حيي، وازاي بيبقى يعني بيحسب كل الحاجات، فنشوف في الأجيال اللي طالعة نموذج بيشبهه جدا، ده معناه ان البلد دي بخير جدا، وان اللي جاي فيها كتير بتاعكو. طيب لو كان دي مصر ودول المصريين، يا ترى أهل الشر كانوا بيشتغلوا ازاي؟ عايزة أوريكم بس نموذج من بتوع أهل الشر. وطبعا احنا عارفين ان النماذج كتيرة. لو قلتلكوا مثلا بصوا على اللي كتبه دكتور حازم عبد العظيم اللي لسه واقع في البير بتاعه ومش قادر يطلع منه، لما يكتب قبل المباراة ويقول هل السيسي هيسمح للناس انها تخرج للميادين لو المنتخب فاز، ويقول ولا هيخاف من المظاهرات ومش هيفتح ميدان التحرير بعد الماتش. انا بتقلي سمع اصواتكو، لو كانت التقنية تديني الحق ده اعتقد ان انا سمع اصواتكو، لان الميادين كلها ردت على حازم عبد العظيم. الميادين مش السيسي، الميادين كلها قالت وبصوت عالي جدا وللساعة 2 بالليل، وما كانش ميدان التحرير ولا الكربة ولا شارع مراد في الجيزة ولا شارع الهرم ولا بس القاهرة والجيزة، ده كانت محافظات مصر كلها، كلها احتفلت للساعة 2 بالليل من غير ما يبقى عندنا قلق ولا عندنا شعور باللي عند الدكتور حازم عبد العظيم، ولا المسألة خدت هذا الشعور، هذا الأداء. علشان كده تفتكروا حضراتكم، هو بجد بيبقى مهم من وقت للتاني ان احنا نبص على النماذج دي، ولا المسألة محتاجة شيء اخر؟ دي بتاعتكم انا مش هقولها، لكن خلوني انا وانتوا بنبص على مصر والمصريين بعد الفاصل.